عايز احكي لكم على تطور حاصل في موضوع المشروعات الصغيره. زمان كان كل واحد بيعمل مشروع صغير او حتى يفتح حاجه حرفيه واحترافيه ومهنيه زي مثلا دكتور، مكتب هندسي، مش عارفه ايه، كان تبص تلاقي الناس داخله بمجهودها كده ومفيش حد بيفكر في تطوير اطار مؤسسي كده منتظم للمشروع بتاعه او المهنه بتاعته. النهارده اول خطوه على موضوع اننا نعمل فعلا كيان، الكيان ده يبقى موضع ثقه من الناس ومن اللي حوالينا، ان الكيان ده يبقى له راس ورجلين ويبقى له اليه دفع منضبطه ويبقى له كده حركه متشاف في مؤسسات الدوله وفي البنوك، وكمان الريكورد الضريبي بتاعه منتظم. كل ده بيعمله من خلال الدفع الالكتروني. فكره الكاش اللي داير والناس تشيل الفلوس في الشنطة ولا في سكيبة وممكن تضيع منها وممكن مش عارفة إيه، النهاردة بشوف حاجة بالنسبة لي مهمة جداً، إنه مهما كان المشروع صغير أو حتى مكتب صغير، سواء مكتب محامين أو مكتب مهندسين أو عيادة طبية، كله النهاردة بقى يميل لحدوتة إنه يبقى عنده فيزا جوه المكان والناس تدفع بموضوع الكارت أو الفيزا أو اللي بيسموه الدفع الإلكتروني. ما تيجوا نشوف إيه أهمية الحدوتة دي ونتكلم تاني. ما هو الدفع الإلكتروني؟ ببساطة يمكن تعريف الدفع الإلكتروني على إنه سداد وتحويل الأموال بشكل إلكتروني بعيداً عن النقود الورقية الكاش. كما أن الدفع الإلكتروني نظام تقدمه المؤسسات المالية والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكتروني آمنة وسهلة. كما يتيح الدفع الإلكتروني للعملاء تنفيذ معاملات للسلع والخدمات من خلال البطاقات أو الهواتف المحمولة أو الإنترنت، ويقدم خدمة تحصيل الأموال بشكل سريع وآمن. تقدم هذه العملية عدداً من المزايا المختلفة، بما في ذلك توفير التكلفة والوقت وزيادة المبيعات وانخفاض تكاليف المعاملات. ما هي مزايا الدفع الإلكتروني؟ أولاً، توفير الوقت والجهد. يعمل الدفع الإلكتروني على توفير الوقت والجهد، حيث بالإمكان تنفيذ المعاملات في أي وقت وفي أي مكان. لا يتعين على عملائك قضاء الوقت بانتظار دورهم للدفع كما في المحلات التقليدية. يقضي الدفع الأونلاين أيضاً على المخاطر الأمنية التي تأتي مع التعامل مع الأموال النقدية اليدوية. ثانياً، زيادة المبيعات. المرونة في عمليات الدفع وتوفر عدة وسائل تساهم في تعزيز عملية البيع من خلال حث الزبائن على الشراء عبر الإنترنت بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب لأي مكان. ثالثاً، تخفيض تكاليف المعاملات. تعتبر عملية الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت خالية من الرسوم أو تحتوي على رسوم بسيطة جداً لتأكيد البطاقة وتمريرها وتنفيذ عملية الدفع. يمكن للدفع الإلكتروني أن يوفر للأفراد والشركات مئات الآلاف من الدولارات من رسوم المعاملات النقدية. زي ما شفنا كده، موضوع الدفع الإلكتروني ده بقى لا غنى عنه في الحياة العصرية بتاعتنا. أي حد بيفكر يشتغل سواء في مشروع مهني، يعني محامي، دكتور، مهندس، أي حد هيفتح مكتب ويشتغل، يعني مش موظف حكومة أو موظف في شركة، طبعاً ده بيبقى معاه الفيزا الشخصية بتاعته، لكن بتكلم على فكرة إن إزاي موضوع الدفع الإلكتروني ده يخدم على شغلنا ويطوره. عشان كده على المستوى المهني حاجة جميلة جداً إنه يبقى عندنا دورة مالية منتظمة، لأن ده كمان بيسمع في الضرائب وبيفيدنا. يعني كتير جداً من الناس بتخاف من الضرائب وتقولك بيعملوا مشاكل. لا، هم ما بيعملوش مشاكل، هي الناس لو عندها دفاتر منتظمة وفواتير دفع منتظمة ده هيخلي الدنيا بيس وعلاقتنا زي الفل. من الحاجات اللي بتساعدنا بقى نعمل الأطر المنتظمة دي للشغل حتى لو مهني، زي ما قلت حد فتح مكتب أو حد فتح عيادة، إننا يبقى عندنا فكرة الدفع الإلكتروني، بالإضافة لإنه طبعاً بيوفر فكرة الحفاظ على الفلوس. محدش بقى يشيل ويروح ويجي، أصل تعرض للسرقة، أصل الفلوس وقعت مننا. نقدر كمان نحوش، نقدر نطور الحياة. اللي معاهم مشروعات صغيرة جدا 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 ممكن يعملوا الحساب في البنك ويطلعوا مكنة بتاع الفيزا بمنتهى السهولة، أو يعملوا المحفظة الإلكترونية اللي بتبقى على التليفونات دي. كل دي حاجات بتخلينا
نغير دماغنا، نغير طريقة تفكيرنا، إننا نتحول من أفراد حاطين الفلوس في جيبنا ومدفيانا إلى إطار مؤسسي ساعدنا نكبر الشغل بتاعنا بشكل أفضل، نحط قدام مننا دفاتر واضحة، إحنا دخل قد إيه، خرج قد إيه، صرفنا قد إيه، كسبنا قد إيه. ممكن الناس تبقى متخيلة مثلا إنها بتكسب، بس الحقيقة لما تحسب مصروفات التشغيل تكتشف إن لأ، عايزة تعمل مجهود أكتر عشان تحس بالمكسب. وفي ناس تبقى مش حاسة بالمكسب لأنه مصروفات التشغيل بتبلع الشغل. كل ده محتاج إننا يبقى عندنا إطار منتظم، فالدفع الإلكتروني من الحاجات اللي بتساعدنا في ده. بس أنا بقى عايزة أقول لكم سر بيني وبينكم، أفتن لكم على البنوك سواء في مصر أو في العالم كله. البنوك لما بتقيم عميل أو عميلة، هي مش بتقيمهم على عندهم فلوس قد إيه. يعني ممكن رجل أعمال أو سيدة أعمال يبقى عندهم ملايين بس ما هماش كسبانين ثقة البنك. دي اللي بنسميها الثقة الائتمانية. يعني إيه الثقة الائتمانية؟ إن أنا بقى عميل البنك يثق فيه، اتزنقت أعرف أخد قرض، عايز أشتري عربية يعرف يديني قرض شخصي للعربية، عايز أتجوز وأشطب الشقة ولا أجهز يقدر يساعدني البنك ولو بمبالغ صغيرة. اتجوزت وزنقت علينا المدارس وعايز مصاريف المدارس، البنك يقدر يمول مصاريف المدارس. بقى في عشرات من المعاملات البنكية اللي هي مش التقليدية بتاعت زمان. لكن البنوك بقى طبعاً ما بترميش كتاكيت. البنوك علشان تثق في حضرتك أو في حضرتك بيدوروا على حاجة اسمها الثقة الائتمانية. بعضكم كده ممكن يسمع إيه كلمة الآي سكور بتاع البنك المركزي. كل ما هتروح تطلب أي حاجة البنك بتاعك بيستعلم من البنك المركزي. يعني الآي سكور ده المعيار اللي بيقول الشخص ده بيسدد ديونه بانتظام ولا لا. كلنا تقريباً النهاردة بقى معانا فيزا. الفيزا دي سواء اللي بيشتغلوا في الحكومة عشان يقبضوا بيها الفلوس من المكنة، أو اللي على باب الله زي حالاتي معهم الفيزا دي علشان يعني إيه يتصرفوا في حياتهم بشكل عام يعني. طيب الفيزا دي مؤشر مهم جدا 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 على مش الملاءة المالية للشخص، مش إنه هو معاه فلوس كتير أو فلوس قليلة، لا خالص. ده مؤشر على شخصية العميل. يعني ممكن يبقى معانا فيزا ب5000 جنيه أو ب10000 جنيه ودي فيزا صغيرة جداً. يعني في ناس معهم فيز ب100000 وبربع مليون وفي حاجات unlimited كده، ربنا يدينا ويديكو. إنما أنا بتكلم على اللي يعني الشباب الصغير اللي ممكن يبقى معاه فيزا طلعت لأي سبب صغيرة جداً. هي الفيزا دي في حد ذاتها هي قرض من البنك وبيجربنا فيها. والله إحنا من نوع اللي لما نشتري حاجة بنيجي على وقت السادات منتظمين وفي دايرة مال داخلة وطالعة. إن شاء الله المال ده يبقى 100 جنيه على فكرة، داخلة وطالعة، هو بيعكس شخصية حامل الفيزا دي، شخص ملتزم وموضع ثقة ولا لأ. عشان كده الثقة الائتمانية من البنوك ملهاش علاقة خالص بحضرتك أو حضرتك معاكو فلوس قد إيه، إنما ليها علاقة بسلوك العميل أو العميلة. منتظم، عنده التزام، عنده مسؤولية، بيرجع للبنك. وبالتالي كتير مننا يبقى معاه فيزا صغيرة ويلاقي البنك بيتصل بيقول له إيه، إحنا هنرفع الفيزا لحضرتك من 10000 ل20000. ليه يا جماعة؟ ما 10000 حلوة ومكفياني وأنا تمام. لا لا لا، إحنا ولا ياخدوا فلوس ولا ياخدوا مصروفات ولا ياخدوا أي حاجة. هو بيرفعها ليه؟ وبيرفعها لأنه حضرتك عميل ملتزم. فلو خدت 20000 مش هتجري على تهرب على بنوك سويسرا، لا، موجود. وممكن تلاقي بعد شوية يرفع 20000 ل30 وال50، وكل دي اسمها قرض من البنك. فهنا هو بيحدد الثقة الائتمانية بناء على سلوكنا. طب من الآخر كده إحنا نستفيد من الليلة دي إزاي؟ زي ما قلت، لو عايزين اللي هي القروض الصغيرة بقى بتاعت إني هشطب شقتي، هشتري موتوسيكل أو عربية، هدفع مصاريف العيال، هبدأ مشروع صغير، كل الحاجات دي البنوك بقت بتدخل فيها. وفي شركات مالية
معتمدة بقواعد البنوك بتدخل فيها برضو، فنقدر نلاقي فرص كتيرة جدا سواء في السراء إننا عايزين نعمل مشروع أو في الضراء إننا في أزمة ومضطرين إننا هندفع حاجة لقدر الله حد في مستشفى أو الولاد في المدارس أو الكلام ده كله. لما بيبقى فيه ثقة ائتمانية جاية من إننا طرف في دايرة الدفع الإلكتروني، والطرف اللي إحنا ده منتظم في الدفع بيشتري حاجات، وساعة مواعيد الدفع بيسدد الفيزا أو بيسدد الحد الأدنى اللي هو 5% بشكل منتظم، الحقيقة ده عميل بالنسبة للبنوك أفضل من حد معاه ملايين وما بيسددش بانتظام أو عنده شيكات بيديها العملاء تانين وبتترد. ده هنا بيسمع على طول في البنك المركزي. فبقى قصة إننا نبقى طرف في المعاملات والدفع الإلكتروني ما بقتش يعني حاجة كده بعيدة في السماء بتاعت رجال الأعمال الكبار ولا سيدات الأعمال الكبار، لا، إحنا كمواطنين عاديين جداً ممكن نستفيد منها.